رديتي على الفنان محمود تركي قلتي له أقص لسانك إذا تجيب سيرة بنات العراق. هو رجال ايش حكى؟ هو قال رأيه إنه يحب صوت أصيل أكثر من البقية، يستاهل هالهجمة هاي؟ وأني جزء أول نزيلة اللي يبتون عليها 900 نزيلة، يعني إحنا صوتنا خشن زيادة عن اللزوم. أنا من نحكي بالتليفون أو الدليفري تأمر حبيبي صار اشكرنا فتو ها زين انت بيا مكان وين اجيك اخيرا نلقى قلبي اللي عاشق حبيبي وروحي بي تظل متعلقة غيراني ما احب لو روحي تنسحب. يعني انا من دا اقول اسمع حبوبي يعني من دا اسمع احد انا دا احكي بالكاميرا زين من جيج تكرهين اختيارات يعني صوته حلو بس اغاني مو حلوه. اي لك عيني منو؟ مرتضى. يعني الثاني يجوز هسه قلت محمد شيعي السوداني ما طلعني هاي اعتبره طشت هاي وصلت له. لا حد يقنعك يقول لك انه انا قضيت يعني بخياطه لو بصلاه لو بقراءه فت كتب لو تسليه ويا نزيلات. لا مستحيل ما ينقضي. اسمع حبوبي انا اليوم بالاسود طالعه مثل الأسطورة والشعب العراقي كله يتمنى ياخذوا على الصورة. جيجا جيجا جيجا